Buenos días. Peggy. طيب اتكلمنا عن المحاضرة القادمة، ادينا كده هذا الموديل. قلنا ان الموديل هذا بيكون المواضيع اللي بيبقى عبارة عن اي تي سيرفيس مانجمنت اكسلنس، بمعنى اخر اللي هو ادارة خدمة تقنية المعلومات بإيش؟ براعة. أو بمعنى آخر هي إكسكيوشن مانجمنت اللي هي إدارة الإيش؟ التنفيذ. طبعا لما أجي أتكلم على الأي تي سيرفيس، إيش معنى الأي تي سيرفيس؟ خدمة الأي تي. خدمة الأي تي زي ما أنت قلت زي أنا قلت لها عليها. خدمة التنفيذ. أي خدمة؟ إضافة لصفحات ويب. استفاده صفحه سوق اختياري. مثلا الشخص اللي جالس مثلا في مكتب وجنبه جهاز كمبيوتر وفي عملاء يصلوا ويقولوا لهم خدمات. طبعا هذا خدمه ايش؟ خدمه اي تي. من اخر انه في معي تطبيق معين، يمكن يكون التطبيق هذا المعلومات تكون مرتبطه بنفس الجهاز او مرتبطه بايش؟ او مرتبطه بالسيرفر. الشخص اللي جالس في محل الفريمي او في محل يقدم خدمه ايش؟ خدمه اي تي. يعني في خدمة أو معنى آخر يقدم خدمة أصلا هي بزنس، خدمة أصلا بزنس مش أي تي، وإنما هو استخدم الأي تي ليش؟ لإنجاز البزنس اللي بيعمله. يعني كان ممكن يستخدمه بطريقة أخرى لكن فعل الأي تي أو معنى آخر في أي تي سيرفيس جاهزة اللي استطاع عن طريق أنه يقدم ليش الخدمة هذه. إحنا تكلمنا المحاضرة السابقة على أو بدينا كنا في المحاضرة هذه يوم الاربعاء، واتكلم انه في منافع لانه ايش؟ من انه انا لو استخدمت اللي هي اداره خدمه الاي تي او اداره خدمه تقنيه المعلومات بشكل افضل ممكن احصل على مجموعه من البنفتس، مجموعه من المنافع. وذكرنا بعض المنافع اللي ممكن احصل عليها. هي اول منفعه ليش بالضبط؟ ريديوس توتال كوست اوف اوبريشن اند داون تايم، هنا بمعنى ان العمليات بتصبح تكلفتها ايش؟ اقل. ايضا الزمن المحدد لتنفيذ البزنس اللي كان مرتب زمان بشكل يدوي بيصبح بالاي تي ايش؟ بالاي تي سيرفيس بيصبح الوقت ايش؟ اقل. المنفعه الثانيه هي امبروف سيرفيس كواليتي، ايضا بيكون بتحسين في جوده ايش؟ الخدمه. and reduce errors and failures. دائما واحد لما يتعامل مع الاوراق اكيد 100% يكون العمل شويه يكون فيه لخبطه، يقول لا في بعض المرات في بعض الاخطاء يمكن حتى نوصل لمرحله انه يكون في فشل. ممكن بعض الاحيان الاي تي ايضا ممكن يسبب فشل، متى؟ اذا كان مش مبرمج بشكل صحيح. اذا كان مثلا الخدمه نفسها التطبيق نفسه مش مبرمج بشكل صحيح. اذا كانت الخدمه اصلا مرتبطه ايضا مع السيرفر، بالتالي لو انقطع الاتصال ما بيني وبين السيرفر ايضا انا بيقطع ليش؟ بيقطع الخدمه، بالتالي بيسبب فشل او غيره. اما ما كانش بالشكل الصحيح معنا او انه اللي كتب البرنامج ما كتبوش بحيث انه يتوائم مع ليش؟ يتوائم مع البزنس. اذا هذا بالنسبه لنا للجروب سيرفيس كواليتي. لكن الملاحظ بشكل عام وبشكل كبير جدا انه دائما الاي تي سيرفيس دائما ليه؟ منفعه لانه ايش تعمل؟ تحسن دائما من ايش؟ من جوده الخدمه، وايضا تقلل بشكل كبير من الاخطاء. تعامل دائما مع الاله وتعامل مع الجهاز وتعامل مع الحاسوب دائما الدقه ايش؟ الدقه تكون افضل من التعامل بشكل ايش؟ اللي بعدها امبروف يوزر ساتسفيكيشن اللي هي رضا ايش؟ رضا المستخدم. ممكن يكون مره الكاستمر ايش؟ طبعا الفرق بين الكاستمر واليوزر شو؟ الزبون اليوزر اللي بيشتغل على مع المؤسسه لين ديفايسز والكاستمر اللي بيخدم اليوزر بس لو دائما عاده بعض الاحيان يدفع قيمه مقابل ايش؟ عاده يدفع عاده احنا لما نسميه كاستمر معناته انه زبون معناته انه يدفع مقابل ايش؟ مقابل طبعا رضا اليوزر ورضا مين ثاني حتى فكره الكاستمر بزنس اي تي على ليميت معناه ياخذ ايش؟ انسجام ما بين الاي تي امبروف ريجالتوري كومبلاينس اللي ايش؟ يحسن ايضا ايش؟
عملية الامتثال للنظم والقوانين والأشياء دي. لأنه أبداً بطلع زي مثلاً بعض القوانين تيجي تقول لك الاس او اكس، يقول لك إنه ضروري تبقى عندك المعلومات موجودة لفترة معينة، يعني فترة مثلاً 5 سنوات زي ما شينا في الاس او اكس. الوجود داخل وحدات التخزين أعتقد إنه أفضل من يكون وجود داخل إيش، داخل أوراق أو حتى عملية المراقبة وعملية البحث عن أي خروقات، أي عن مثلا في واحد شيء يتملص من حكاية الأموال المفترض أن تروح للمساهمين أو ترجع للمساهمين، هذه ما يقدرش يعملها لأنه أصلا أكيد 100% في برمجيات داخل في أصلا في الأرض عندها دور إيش؟ دور الرقابة. طيب ذكرنا بعدين مجموعة من ال اللي هي select best practice، دائما كلمة practice يعني ممارسة، الإشي مجموعة من الممارسات الجيدة أو تم اختيار مجموعة من الممارسات الجيدة for achieving superior IT service management. إشي الأشياء الممارسة الجيدة اللي ممكن عن طريقها نقدر ننجز ITSM بشكل إيش؟ أهل يعني superior هي معناها إيش؟ إنه فعال و كوب. نبدأ حكي على خطوات بسرعة. All steady state operation، كل العمليات اللي موجودة must have primary owner and secondary owner. إيش معنى كلامنا؟ إيش معنى إنه السيرفيس نفسها أو الأوبريشنز الخاصة بالسيرفيس ضروري تمتلك primary owner and backup owner. أساساً لازم يكون في شخصين ماسكين المهمة معينة، المهمة الأساسية. يعني قديم الأساسي. في حال غياب أو شيء يكون في واحد آخر، وخاصة إنه وصفة إيش؟ خاصة إنه وصفة السيدي ستيت إيش؟ أوبريشنز يعني تعليمة إيش؟ استقرار. طيب اللي بعده ذا أوفر أول أي تي إس إم بادجيت، وهنا لما نتكلم دائما عن كلمة بادجيت معناته إنه الميزانية المخصصة للإيش؟ شود بي ديفايدد إنتو سيت أوف ديفايند برودكتس أند سيرفيسز، يعني ضروري الميزانية تخصص لإيش؟ مجموعة من المنتجات والخدمات الخاصة بإيش؟ بالأي تي. So لذلك the IT costs اللي هي النفقات الخاصة بالIT can be mapped to supportable business growth، بمعنى آخر إنه النفقات الخاصة بالIT لإنتاج products or services، معنى آخر IT services هي أصلاً مقابل له أو معنى آخر هي تقابل ما المفترض إننا أنجزه كعمل. إذا قلنا إيش ما بدو supportable business process يعني عمليات إيش عملية، هذه تقريباً إلا إذا directly or indirectly. إيش معنى تينا directly or indirectly؟ ممكن يكون العمل على طول يربي الطلبة ويكون جزء من ال يعني مثلاً ممكن إذا كان حماية ممكن ما تكون مش ضرورة لنا داخل في البزنس، لكن إيش تخدم أيضاً ليش؟ كمان cost نوعين directly مثل مثلاً شراء الانفراستراكشر ما دايركتوري، الاندايركتوري هي طبعاً استعانات من المبلغ. ممكن يعني أبنيه أنه أولاً وأخيراً أنه إيش ضروري يكون في انسجام ما بين إيش ما بين الاي تي وليش بالبزنس، معنى آخر إنه الاي تي أو السيرفيس اللي أنا بقدمها باستخدام تقنية المعلومات ضروري تكون منسجمة مع العمل اللي كان المفترض إنه حتى ينجزه بشكل إيش؟ بشكل سهل. اللي بعده All IT services، كل الخدمات الخاصة بالاي تي اللي بتقدمها أنت كبروفايدر للعميل أو حتى ممكن تعمل على هاي نقدر نقول للعميل على فكرة الخدمة ممكن تقدم بحيث إنها تكون مجانية أو خدمة إيش غير مجانية. الخدمة المجانية يمكن يكون المستخدمين حقها يوزرز عادي، حتى أنا ذكرت كلمة يوزرز في البداية كنت حتى إن أنا أوضح إنه بعض الحين الأشخاص اللي ممكن يتعاملوا مع الخدمة اللي قدمها أنا ممكن يكون يوزرز عادي، يعني ممكن تكون مثلاً موجودة داخل الشركة خدمة معينة وفي يوزرز يستخدموها هذه الخدمة، وفي نرى ناس يسمون كاستمر اللي هم الأشخاص اللي لما يستخدموا الخدمة ضروري إيش؟ ضروري يدفعوا. إذا الـ IT services should be consistently، دائما أذكر كلمة consistently معناته إنه في تناسق، ما فيش أي انحراف أو معنى آخر إنه إذا مثلا
تم تحديث البيانات بطرق متداخله ممكن تسبب ايش؟ اخطاء. consistently achieve the desired level of الاشياء اللي هي efficiency, productivity, reliability and availability as measured by the key performance indicator. نعطيك كده بعض الامثله يعني بنقول كده consistently achieve the desired level of efficiency. ايش معناتها كلمه efficiency؟ معناتها انه يكون انه ضروري الخدمه تلبي الافشنسي تلبي ثمرة البرودكتيفيتي وتربي ثمرة او ثمرة الريليبيليتي والافيليبيليتي. نبدا كده على بدل حاجه الافشنسي ايش معناتها انه تكون الخدمه بقاله؟ وش معناتها انه ثمرة برودكتيفيتي؟ الخدمه فعال بايه وقتها؟ الزبون اللي يحصل لا هذا كلام غير لكن حصل ايه ما ذكرت؟ اذا دائما يشوف ان الخدمه موجوده ومتوفره ومتاحه معناته ايش؟ افيلابيلتي. الافشنسي دائما بتأدي الغرض اللي الاداء حق الخدمه، هل الاداء يكون فعال ولا غير فعال؟ بمعنى اخر في الوقت المناسب ايضا التعليمات البرمجيه والاشياء البرمجيه اللي مكتوبه ايضا تلبي ما انا ايش ما نحتاجه. او ما انا احب تلبي ايش تلبي رضا عني. اللي بعده اللي هي برودكتيفيتي. انتاجيه. اللي هي الانتاجيه. يمكن ندري داخلها يكون المنتج ينتج بشكل سريع. انا اي تي سيرفيس. اي تي سيرفيس خدمه اي تي. ايش معناته انه اي تي سيرفيس ممكن تكون بعض الاحيان ممكن تكون خط توصيل شبكه. برودكتيفيتي معناته انه ايش يقدر يلبي ايش يلبي كل ما بمعنى اخر الثرو بوت حقه ايش؟ او الثرو بوت اللي بديه عالي. طيب اللي بعده الريلابيلتي ده ايش الفرق بين الكلمه اللي هنا بس حصلت شويه ما بين الريلابيلتي والافيلابيلتي. متى اقول ريلابيلتي ومتى اقول افيلابيلتي؟ الريلابيلتي اللي هي الفوقيه والافيلابيلتي اللي هي ايش؟ التوفر. التوفر ممكن يكون الشيء موجود لكن الشيء غير موجود. او معنى اخر ممكن يكون في نسبه للوثوقيه، انا ممكن يكون معي روت اوصل عن طريق البيانات ومعي ايضا روت اخر، بس اقول ان الروت هذا انه متاح الافيلابيلتي حقه موجود ومعنى اخر موجود، لكن نسبه نقل البيانات فيه والوثوقيه نقل البيانات 50%. قبل الجودة هي ترتبط بأشياء أخرى زي مثلا إيه زي الديلي، هل مثلا الباكت بتصل إلى المكان الآخر بنفس اللحظة اللي أنا محدد له؟ معنى آخر مش دائما هنا في جودة الخدمة نقول إنه في معي باوند في معي حدود ليش الديلي أو حتى لمعدل نقل البيانات، هنا ممكن أقول على وجه إنه في كواليتي ولا ما في كواليتي، لكن لما أجي أقول ريلابيلتي أنا أعرف إنه هذا الخط بيلبي الخدمة بغض النظر هل بيلبيها بجودة عالية ولا بجودة إيش؟ بس المهم إنه بيلبيها. بالاخير انه الباكيت اللي برسلها بالطرف هذا ضروري بتصل للطرف ليش؟ للطرف الاخر، ما بيحصلش دروب ما بيحصلش مشاكل في الطريق. هذا معنى ايش؟ الريليبيلتي، لكن الافيلابيلتي انا معي طريق. زي ما شبهت لكم من زمان قلت لكم كيف شبهت لكم انتم انا سرقت انه عده مسارات عده طرق فممكن مثلا اقول انه انا اقدر اروح الفضاء بعده طرق صح ولا بس في طرق ايش؟ الوثوقيه في كم؟ بسيطه يعني وفي طرق الوثوقيه فيها ايضا بسيطه ايضا ما فيش طرق ما مش يقدر نقولها الكلمة دائما برودكتيفيتي دائما مرتبطة بالثروبوت اللي هي كم الانتاجية. هل مثلا بيحقق انتاجية عالية؟ يعني إذا كان الخدمة أصلا هي مش خدمة يعني مش خدمة أن أنا جلست كمستخدم مثلا ترى أن الخدمة هذه ترى اللي هي خدمة عن طريق الارتباط بالسيرفر تخدم أكثر المستخدم يعني تخدم مثلا يمكن آلاف المستخدمين. هل الانتاجيه بالنسبه للشركه بتكون تؤدي الغرض؟ طبعا هذا از ميجر باي ذا كي بي اي حسب القياس دائما اقدر اقيس الافشنسي والبرودكتيفيتي والافيلابيلتي والافيلابيلتي اقدر اقيسها بايش الكي بي اي معروف الافيلابيلتي اقدر اقيسها انه كم الاشياء المتاحه الريليبيلتي اقدر اقيسها بالنسبه للمهميه كم نسبه تحقق عليها الموثوقيه وبالنسبه للبرودكتيفيتي اقدر اقيسها بالثروبوت وبالنسبه للافشنسي اللي هي الفعاليه ممكن اقيسها بالزمن الذي اشياء كثيره جدا. اليوم حسب اللي حسب المتركس اللي انت حددته بالبدايه بالكي الكي ناخذ اللي بعدين اللي هي موست اي تي سيرفيسز شود بي ديسكرايبد از بروسيسز ذات ار ويل دوكيومنتد كونسيستنتلي بيرفورمد اند ريبيتبل تو ماكسمايز ذير افشنسي. يعني معظم الخدمات الخاصه بتقنية المعلومات يجب انك تصفه
كايش؟ عمليات. كعمليات ذات ار ويل دوكيومنتد، يعني ايش؟ دائما تكون موثق حتى انك تحصل على ممارسه جديده لايش؟ لاداره اي خدمات تقنيه معلومات. فانا مره لما توثق وتنجز تنجز دائما بشكل ايش؟ بشكل متناسق، ما يكون شويه تداخل او ثاني مره بشكل متكرر على اساس اننا ايش؟ ارباع من الفعاليه. كيف يعني بشكل متكرر؟ يعني انه الخدمه نفسها تبقى دائما شغاله بنفس ايش؟ بنفس الاداء. هذا معناه ريبيتبل، معناته انه مش انها تشتغل لفتره بعدين ايش؟ بعدين تتوقف. اللي بعده most IT SM services should be charged back to the user or customer organization. You know, مش بشتكي على كلمة user ولا كلمة ايش؟ customer. لأنه عشان نفرق بسيط. To achieve greater level of accountability. ايش معنى الكلام؟ احنا ذكرنا charged back أكثر مرة. اللي هي القيمة ايش؟ القيمة اللي هي مثلا لو قلنا مرة من المرات انه charged back معنى ذلك انه اذا انت مثلا اشتريت عن طريق الفيزا كارد بعض الاحيان البنك ممكن ما يعطيش المبلغ للطرف الاخر الا ايش؟ الا يتاكد من صحه عمليه ايش؟ الشراء. يعني بعض الاحيان ممكن يتاكد من الاكونت وهكذا. بعد ما خلاص تثبت عمليه الشراء يقوم البنك بايش؟ بعمليه الدفع. اذا ما ثبتت عمليه الشراء ايش يعمل؟ يقوم برجع المبلغ لمين؟ او معنى اخر يعمل ايش؟ يعمل عمليه شارب بانك. طبعا هي مختلفة عن الريفند شوية لكن مشابهة للريفند. وش الريفند؟ الريفند اللي هي أنا مثلا ممكن أدفع مبلغ للشركة بحيث أن تقوم بعمل معين وما تبقى، يعني أنا مش عارف الميزانية اللي بتقوم فيها الشركة لأداء المهمة، فتقوم وضح أن يعطي للشخص مثلا مبلغ معين وبعدين بعد ما ينجز المهام يشوف كم التكلفة اللي قام فيها بالمهمة هذه وكم الباقي، والباقي يرجعها ايش؟ ريفند. زي حكاية الريفند اللي تقوم بعض الأحيان مدينة اليمن اللي انها ايش؟ ترجع المبالغ او تطرح لبعض المؤسسات الحكومية تطلب مبالغ معينة، ترصد لهم مبالغ، بعدين بعد فترة بعد سنتين السنة المالية تقوم الشعبان ترجع بقية المبالغ المالية، هذا يسمى ايش؟ ريفند. اما هذا الشارك باك هذا ناتج عن قد يكون عمليه البيع فيه باحتيال او فيه مثلا اخطاء او مشاكل، في هذه الحاله البنك ايش عمل؟ يقول يوقف، بمعنى اخر يوقف الترانزكشن ويعكسها. كيف يعكسها؟ يحتسبوا بعض الاحيان ريفرس ترانزكشن، بمعنى اخر بدل ما يمرر الفلوس للتاجر يعمل اعاده ايش؟ عمليه عكسيه ويرجع المبلغ للشخص اللي يشتري. لانه انت اول ما تبيع عمليه الشراء على طول البنك ايش يعمل المبلغ هذا؟ خلاص يعتبروك انه المبلغ الان مش تبع الشخص اللي هو معاه الحساب، يعتبروه انه تبع شخص اخر. بس ياخذ فتره معينه يتاكد من عمليه البيع وان العمليه صحيحه وان الطرف الاخر ايضا ايش؟ طرف صحيح. اذا خلص العمليه تمت بشكل صحيح بيقوم ايش؟ يورد المبلغ ويسحبه. طبعا ما عمرنا لما نتعامل مع الاي تي ام ماشين بيلاك العمليات دي. كيف؟ اول ما جينا اشتري قلت له بدنا نشتري بنك كريدت كارد اللي هي الدقائق حقها اسمها. فاشتريت وحدات وبعدين المبلغ العشرة ريال او 10 دولار بيبقى موجود داخل الحساب حقي بس ما بقدر اسحبه. يعني اول ما شنو بيكون موجود بحسابي لازم ما بقدر اسحبه. ليش؟ لانه اصبح ايش؟ مال خاص بمن؟ خاص للغير مش لي انا. لذلك تبقى خاص للغير طالما العمليه صحيحه، طالما الترانزكشن صحيحه. ومجرد انه يعرف البنك ان الترانزكشن صحيحه بيورد المبلغ بيسحبه خلاص من حسابك وتشوفه شو حسابك وبينتقل لحساب ايش؟ حساب اخر. اما اذا تشوف ان العمليه غير صحيحه يقوم يعمل ايش؟ ريفرس ترانزكشن، معناها اخر يعيد العمليه بشكل ايش؟ بشكل عكس. اللي بعده اللي هي السيرفس كتالوج. شو السيرفس كتالوج؟ كتالوج عباره عن كتالوج يصب ايش؟ يصب الخدمه. بمعنى اخر انه وصف الخدمه، ايش الخدمه بالضبط؟ ايش انواع الخدمات؟ عندهم كتالوج بالخدمات وانت تختار الخدمه اللي تناسبك مثلا من ضمن الاشياء اللي موجوده في الكتالوج. ممكن تعمل لي اللي هي الكوست، سعر الخدمه بالضبط، شو بالضبط؟ لما تجي الشركه مثلا يمنيه تقدم لك خدمه، مش خدمه باعتبار اني اي تي سيرفيس ولا لا؟